لقد مسنا الحلم مرة، بنسمعها على طول لما حد يكون قريب من إنجاز وما يحققوش، بس في حالة بوركينا فاسو الموضوع اتكرر مرات كتيرة، بداية من خسارة نهائي 2013 ونص نهائي 2017 بضربات الجزاء قدام مصر. وحتى لما ظهروا بمستوى مميز في تصفيات كأس العالم الأخيرة كان قدامهم منافس ما بيقفش وهو الجزائر، وكانوا على بعد جول واحد من الصعود على حساب بطل إفريقيا في نسختها الأخيرة. بوركينا فاسو بعد عدم الصعود لنسخة 2019 هتروح للكاميرون مع مدرب وطني حقق أكتر من إنجاز محلي، كامو مالو، المدرب الوطني الأول في تاريخ بوركينا فاسو من السبعينيات. مالو قضى مسيرته الكروية كلها كلاعب وسط داخل بوركينا فاسو ولعب 20 ماتش مع المنتخب. بدأ مالو مشواره التدريبي في 2008 واستمر مع فرق كلها داخل بوركينا فاسو، بداية من ماجستيك لحد رويال كلوب كاجيو، مرورا بإي إس سونابل والجيش. كسب مالو الدوري في بوركينا مرتين مع رويال كلوب كاجيو في 2016 و2017 والكاس في 2012 و2016. بداية مالو الرسمية كانت في تصفيات أمم إفريقيا واللي قدر يتصدر مجموعة أوغندا وملاوي وجنوب السودان. بعدها كان الاختبار الأصعب بتصفيات كأس العالم بمجموعة كان فيها الجزائر والنيجر وجيبوتي. بوركينا أنهت التصفيات في المركز الثاني بفارق نقطتين عن الجزائر، 3 انتصارات و3 تعادلات. إجمالاً مالو لعب 19 ماتش مع بوركينا فاسو، كسب 9 وتعادل في 7 وخسر في 3. تنوع أسلوب لعب مالو ما بين الـ 4-2-3-1 والـ 4-4-2 مع محاولة تأمين نفسه أغلب الوقت قدام الخصوم الأقوى. باتريك مالو ابن مدرب بوركينا فاسو ولاعب حسنية أغادير المغربي تواجد في قائمة بوركينا فاسو خلاص في تصفيات كأس العالم، ولكنه اكتفى بالتواجد على مقاعد البدلاء في مجموعة هتضم الكاميرون المستضيف مع إثيوبيا وكاب فيردي. هيحاول مالو ترك بصمة وسط عدد قليل من المدربين الوطنيين في البطولة الإفريقية.